يعني أقول إنها كانت تجربة ماشية مع منطق النادي الأهلي ومبادئه، وكان همها طبعا إنها تعلي من شأنه أكتر ما يعني أي شيء. يعني هي الدور يعني، وكان في خوف على ناسها، وكان في توجيه إلى حد ما. فأرجع مرجوعي حرك لموضوع القماشه بتاعت النادي الاهلي في حته السب. دي بعض الصور على الشاشه يمكن للرابطه ايام حضرتك. ممكن حضرتك تلبس النظاره الحمراء. تمام. معلش بقى السن ده طبعا ايام كان ثلاث نجوم بس لسه. ايوه فعلا صحيح. فدي بعض الصور يمكن زملائنا في الاخراج وفي الاعداد بيستعرضوها. تمام حضرتك. فالتشجيع المنظم حضرتك كنت بتقول لي انه بدا يظهر. فهو كان بدا يظهر التشجيع المنظم. فنرجع مرجوعنا برضو للنقطه اللي كنا بنقولها، ان الاهلي قماشه بتقدر تطلع منها. فكان في سنه 66 كان في بيان اصدره النادي الاهلي على جمهوره بيلوموا عليه على تصرفه ضد جماهير المحله. خلينا نقول ان جماهير المحله يعني مش الزمالك بمعنى اصح، ان هي ما كانش فيه اي توجيه سياسي او محاوله محاباه او حاجه زي كده. لا، ده كان لجمهور المحله. فمعنى كده حضرتك ان ده امر طبيعي تلقائي، ان النادي الاهلي مش عايز جماهيره تتجاوز مع الجماهير الاخرى. الـ 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 البيان ده هو برضو كان من الادوات النافعه جدا ان احنا نتجه ناحيه عدم يعني ان احنا نركز بقى مع فريقنا، ما نخشش في مباريات مع الجماهير الاخرى في امور يعني هو خليهم هم يكسبوا في 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 في, في التجاوز في الانفلات. احنا بالنسبه لنا عايزين ناخد 3 بونت تحت. صحيح. عايزين نركز مع الفريق بتاعنا، عايزين نخلي فريقنا واحنا نروح فريقنا اللي كسبان مش احنا اللي كسبانين. وكان طبعا توجهنا برضو زي مبدا الاهلي ان ما عندناش نجم، ما كناش بنروح نشجع ابو تريكه او نروح نشجع بركات، لا بنشجع الفريق ككل. كنا تذاكرنا كنا بنشتريها ولازم نشتريها، لان هو ده الدعم اللي بنقدمه مننا للنادي الاهلي في صوره التذكره اللي بنشتريها، غير طبعا وقتنا وغير تشجيعنا. كان جد وجد الجد. الاهلي بالنسبه لنا كان مسؤوليه. فعندنا شغل، عندنا نشر للفكر، عندنا اهتمام بان الناس تفهم تاريخ الاهلي، لان لو الجمهور ما فهمش يعني ايه اهلي وتاريخه ما بقاش اهلي، يعني بقينا اي نادي تاني. فكان ده دورنا، وكان ده الدور الرئيسي اللي كنا بنتحرك فيه. وكنا طبعا الى حد ما منظمين، عندنا لجنه اعلاميه، عندنا لجنه مباريات، عندنا لجنه علاقات عامه وهكذا يعني. فكان النشاط ده هو الى حد كبير كان يعني اتلاحظ وبدا يتحرك بصوره جيده يعني الى حد كبير، لحد ما اصبح بقينا معروفين في الاستاد، واصبح العلاقه اللي بيننا وبين الاستاد علاقه وطيده، لدرجه ان الامن كان بيقعد يستنانا مش عايز يفتح المدرج الا لما نخش، ويشيل لنا البنرات بتاعتنا وعلى اهلنا، هم اللي كانوا بيعلقوا لنا البنرات. طيب كويس جدا. وكانت طبعا لان بالنسبه له كان اسهل له ان هو بيتعامل مع مجموعه. وكان سهل فرض الانضباط، وخصوصا ان احنا ما كناش بنقبل يعني بوجود اي تجاوزات في وسطينا، ولو في حاجه حصلت كان طبعا بيندهوني، كنت انا اللي بروح اخلص الموضوع مع اي حد من الولاد اللي معايا. وكان الولاد نفسهم فاهمين ان هو اي حد هيتجاوز اكتر من مره كان يعني هيخرج بره، يعني في ضوابط حضرتك. طبعا طبعا حضرتك. وهي الميزه هنا حضرتك حاجتين. الحاجه الاساسيه ان احنا لما كنا بنشترك في الرابطه الاساس كان بيبقى فيه قسم الاهلي، في عهد بيننا وبين بعضينا، وقسم الاهلي ده امر موجود احنا خدناه برضو. ما بقول لحضرتك الاهلي قماشه تصلح امه، فالقسم ده كان موجود. كنا كل يعني لازم عشان اشترك في الرابطه لازم اقسم قسم، هو ده العهد اللي بيننا وبين بعضينا، وهو ده الالتزام اللي كل لما بنخش في مرحله خلاف بنرجع لهذا القسم.